طبعا خير اعزائنا مشاهدينا قناه سامراء الفضائيه، وياكم مصعب ربيع المشتري ارموك نموذج. اليوم راح احكيكم عن نبات مختلف عن كل النباتات واللي هو نبات البونساي. طبعا هاي تسميه لطريقه صنعها اليابانيين منذ القدم، بس احنا كليتنا هنا العراقيين نسميها البونساي. طبعا هو النبات يكون فيكس او زيتون قزمي مسويه بطريقه البونساي. طبعا اكو هواي نباتات نقدر نسويها بالبونساي بطريقه البونساي، بس لازم تكون ظروف خاصه ملائمه وطرق خاصه يلا نقدر نسوي هذا النبات. طبعا اليوم راح احكيكم عن نبات الفيكس البونساي. طبعا مسوى بطرق هندسيه مختلفه، تبدا اعمار النبته من 5 سنين 10 سنين الى 50 سنه و 150 سنه واكثر. تبدا احجامها من 30 سنتيم وتصعد ل 6 مترات او 5 مترات. نبات البونساي نبات محب للرطوبه ومحب للضوء، الضوء بس الغير مباشر، يعني ما يصير نحطها توصلها مكان توصلها شمس مباشره، نقدر نخليها خارج البيت، نقدر نخليها داخل البيت، اذا خارج البيت لازم نخليها تحت مظله يوصلها بس الضوء مال الشمس، مو شمس مباشره عليها، لان شمس مباشره عليها تحرق الاوراق مالتها، تخليها توقع كل الاوراق. اذا حطيناها داخل البيت لازم نخليها قريبه يم شباك بعد توصلها الضوء مال الشمس. او يعني ابعد شيء نخليها بمكان انه قريبه على شباك متر او مترتين وفوقها ضوء صناعي ويوصلها الضوء من الشباك ايضا ما شمس. النبات هذا محب للرطوبه، انه مو رطوبه الغرفه كليتها، لا رطوبه النبته نفسها. شلون نخلي النبته انه عيشها بجو انه رطب؟ نجيب ماعون او صينيه او اي شيء او وعاء نحطه جوا السندانه مالتها. طبعا من ترسى مي كليته نحط بيه حجر ونرطب، وهذا الحجر مجرد هيك مي قليل كلش، انه بحيث تبقى الحجر الناعم هذا داخل الوعاء انه رطب، هذا راح يعطي رطوبه للنبته. ونجيب بخاخ بيه مي نرش الاوراق مال النبته كل اسبوع مره او كل 5 ايام مره. نبات البونساي ما يحب السقي الهوايه، لازم نسقيها كل ما تنشف التربه مالتها، وما نسقيها على دفعه واحده، لا انه نحط المي انه ينزل المي اللي جوا نرجع نسقيها الى ان تنسقي التربه كليتها يصير بها مي، نرجع ننتظر انه تنشف التربه مالتها يلا نرجع نسقيها مره الاخ. يعني كل ما ينشف الجزء العلوي اللي فوق مال نبته نرجع نسقيها من جديد، كل ما نلاحظ انه التربه مالتها نشفت الفوق نرجع نسقيها من جديد. طبعا النبات البونساي اذا وقعت اوراقه او انه صار بمن دقيقي راح احكي لكم شلون نعالجها، بس قبل ما احكي لكم على امراضه راح احكي لكم على شغله كلش مهمه، انه اول ما نشتري النبات يحتاج من 4 الى 6 اسابيع يلا يتاقلم ويا جو الغرفه الجديد. احتمال انه توقع اوراقه راسا واحتمال لا انه يوقع كم ورقه من عده بس. طبعا اذا وقعت اوراقه اول ما اشتريناها فماكو اي مشكله، يرجع يطق من جديد. النبته لما نخليها من الشباك يوصلها الضوء مال الشمس نفرها دائما كل اسبوع، نفر النبات بحيث يوصلها اشعه الشمس على كل اجزاء الورقه. كل ما تنمو الاوراق مالتها اكثر نقلل من الاوراق الطالعه الزايده من عندها حتى يبقى شكلها حلو ومميز. اذا وقعت اوراقها اسباب انه اذا وقعت اوراقها ورا ما تاقلمت، يعني ورا 6 اسابيع اكثر من هذا الفتره، اذا قامت توقع الاوراق مالتها معناها لو اكو هواء تيار يعني هواء على النبات مباشر، لو انه الجو حار، لو الجو بارد كلش، لو انه ضوء ماكو عليها، لو انه احنا معطشيها وساقيها او انه حاطين لها هوايه مي. اذا بدات تسود الاوراق مالتها معناها حاطين لها كلش هوايه مي، نقلل فتره المي مالتها، لان يعني قلت لكم انه النبته ما تحب انه نسقيها بكثره، كل ما ينشف الجزء الاعلى من التربه نرجع نسقيها من جديد. كانت هاي حلقتنا لهذا اليوم، حكيت لكم عن نبات البونساي، نلتقيكم بحلقات الجايه بنبات مختلف، مع السلامه.